في رحلة الجثمان الطويلة والأخيرة فوق الأرض، كثرت القصور والقلاع والمساكن الملكية التي تضمنها مسار الموكب الجنائزي للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. هي تزيد على 24 قصرا وقلعة، لكن لستة منها خصوصية في التصميم والذكريات لأكبر إمبراطورية حكمت الأرض عبر التاريخ. وأضعاف أضعاف هذا الرقم من القبور الملكية الفاخرة في التصميم والتفاصيل. الملكة إليزابيث كمن سبقها ودعت إلى الأبد 775 غرفة في قصر باكنغهام، مقر الملوك الرئيسي، بما فيها 19 غرفة حكومية و52 غرفة ملكية و92 مكتبا و188 غرفة للموظفين. وفيه أكبر حديقة خاصة في البلاد بما تحتوي عليه من طيور البجع والنحام من سلالة الطيور التي جلبها أجدادها إلى القصر. الملكة رحلت تاركة إرثا كانت قد ورثته، متمثلا في قلعة وينسور ذات 1000 غرفة بالطراز المعماري للعصور الوسطى، وقلعة بالمورال التابعة للتاج فوق أراضي اسكتلندا التي تتوسط 50 فدانا من الأراضي الزراعية والغابات مع قطيع خاص جدا من الغزلان والمهر. ولقصور ساندرينغهام وهوليرود هاوس وويستمنستر، بالإضافة إلى قلعة هيلزبار، حكايات مع فخامة العيش الملكي والحفلات الراقية التي حضرها أكابر القوم حول العالم، وهم ذاتهم أو من في منصبهم اليوم من يحضرون جنازة الملكة لتنضم إلى قائمة من عشرات ملوك الإمبراطورية والملكية التي أراد بعضهم استنساخ فخامة قصورهم في تصميم قبورهم. فنحتوا التماثيل الرخامية والتوابيت المزركشة، وشيدوا الأبنية المستوحاة من الطراز اليوناني والروماني، ووضعوا الرسوم والنقوش على الجدران والأسقف، وبعضهم من دفنت معه المجوهرات وسجي بالحرير المطرز بالذهب أو بالقماش الدمشقي ذائع الصيت، وخاصة في العصور الوسطى. كانت التماثيل تتمدد فوق القبر بطريقة يبدو فيها الملك أو الملكة متأهبة لعملها وكأنها لم تمت. فخامة القبور الملكية في بريطانيا لم تعد أولوية منذ بداية القرن الماضي، لكن في تفاصيل الوداع كما في تفاصيل التتويج، وكأنهم يريدون أن يقولوا بعد 1000 عام من الحكم إن الملك هو الملك. أما القلاع المشيدة والقصور الفارهة فإنها ستبقى يتيمة من رحل وجنة من أتى، لتسجل بريطانيا العظمى تاريخها بين رخام قصورهم ورخام قبورهم.